شقه جديده. ايوه هوبا. بص ايه رايك في الحمام الايسل؟ ده يجيب امساك. يجيب ايه؟ ده يجيب امساك. بص الفيو، الفيو بيدل على موقف اتوبيسات. وانا سواقه بقى خدي خدي. انت بقيت راح ترفعي دي تجيب ميه. بصي بصي الجمال، نزلي دي. حبايبي عاملين يا رب تكونوا بخير. طبعا كل الناس مستنيه تشوف الجزء الثاني والفيديو لما هنروح بيتنا الجديد ونشوف رد فعل جودي وايسل وادم ايه. دلوقتي حالا هوريكم الفيديو، بس سبب التاخير ان احنا كان عندنا عيد ميلاد ايسل وسافرنا زي ما انتم عارفين، والفيديو نزل بتاع عيد ميلاد ايسل، اللي ما شافوش يروح يشوفه. وهوريكم دلوقتي بقى بيتنا الجديد اللي في شبرا اللي خلاص هننقل فيه. بس قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا حالا نروح نتفرج على الفيديو ونشوف رد فعل جودي وايسل وادم لما شافوا بيتنا الجديد في شبرا. يلا بينا جاهزين، يلا نروح. وصلنا يا جماعه، خلاص وصلنا اهوت عند الشقه. هننزل بقى نوريكم الشقه، وكل واحد فيهم هيشوف الاوضه بتاعته. هنظبط الدنيا، شقه جديده اخيرا بقى. هنا في شبرا يا جماعه، رجعنا شبرا بلدنا و اخيرا بقى. يشوفوا بقى الشقه بتاعتهم. خالد مبسوط اكتر، عايزين نكون هي اكبر من الشقه اللي احنا كنا قاعدين فيها في مدينتي بكتير قوي. يلا جاهزين ننزل في الشقه؟ ماشي. مالك في ايه؟ حاسك زعلانه كده؟ لا عادي، مش زعلانه، بس لا ما حاسه مش تبقى حلوه. هو انت ليه مبسوط اصلا؟ انا مبسوط. يلا عادي، رجعنا بلدنا ورجعنا منطقتنا وخلاص. بلدنا. انا فرحانه اني رجعت، بس اكيد برضه مش تبقى حلوه زي مدينتي. ايوه. طب مش لما تشوفوا، طيب ده في باب ليها زي الجاردن وفيها بوابه كبيره، في حاجات اكتر من اللي في مدينتي. يلا نشوف. هتشوف. جاهزين؟ انت الوحيد اللي شفت، فانت يلا اعمل لكم فجاه. جاهزين؟ يلا يلا بينا نروح نشوف الشقه يا جماعه، ونشوف فين اوضه جودي وفين اوضه ايسر وفين اوضه ادم واوضه لدودو واوضه ليا، وكل واحد فينا ليه اوضه لوحده اصلا. ده ايه ده؟ اسرع عابدين ده ولا ايه؟ لا ما تيمي خلاص بقى، مع السلامه بقى. ما تيمي مشيت يا جماعه. يلا يا دودو وقف. وصلنا يا جماعه، وصلنا الشقه الجديده. وصلنا الشقه الجديده. ايه؟ بصوا يا جماعه السلم واسع ازاي، وسلم ايه رايك في السلم يا ايسر؟ ايسر ايه؟ مش اسانسير؟ اسانسير ايه ده؟ دي رياضه. يلا يا ايسر اطلعوا بقى. يلا يلا يا دودو، يلا يا دودو تعالي. امال ايه يا ايسر؟ بصوا بقى يا جماعه، سلم واسع ازاي؟ سلم واسع وجميل ولذيذ. هنا كنت هقع انا، وانا كنت هقع. شمال. مين معانا فطير؟ صحيح مع مين؟ مع بابا. صحيح معايا، تعالى. بس مش شغال. بصوا بقى يا جماعه، هنا بقى في بوابه اهي. البوابه دي امن يا جماعه، عشان خاطر ايه؟ احنا محدش يعرف يخش لكم ولا يجي لكم غيركم انتوا بس، اللي معاه المفتاح ده بس. بس امان اهو، باب حديد. بصوا الامان، بصوا الامان، بصوا الامان، بصوا الجمال. اطلع يا امان. المفتاح بس، المفتاح حشر. بصوا يا جماعه الجمال. فين الامان؟ لازم محدش يخش عليكم، انتوا ناس مشاهير، ناس مشاهير، ولازم الامان. يلا تتوقعوا تبقى الشقه دي ولا تتوقعوا تبقى الشقه دي ولا الشقه دي ولا الشقه دي؟ هي حاجه متريقه. توقعوا واحده فيهم دي؟ لا. ولا دي ولا دي ولا دي؟ واخده بالك يا دودو ان الدور فيه اربع شقق؟ ايه رايك؟ بص سبع اوض. اللهم امين. بص هنا مستحيل عشان في حد يسجل هنا، حاجه على الثلاثه. امال الاسانسير ده لعبه. فين يا دودو؟ طب تعالي كل واحد يتوقع واحدة، توقع واحدة. توقعتي دي؟ عايزة توقعي شقة؟ أكيد دي. فين؟ لا دي. عايزة توقعي دي؟ لا برضه أكيد دي، بس أحسن الناس. تتوقعي شقة، تتوقعي واحدة من الأربعة. تتوقع دي. دي؟ دول توقعي دي، وأنت قادرة توقعي أنا عارفة هو اختار طريق، عشان لما نيجي نشتري حاجات لازم ننزل منها. ماشي، توقعي تاني واحدة بقى. اخر كلام. وانت يا جودي اخر كلام. اخر كلام. بصوا اخر فرصه دودو. اخر كلام دي. دي؟ وانت؟ طب ما تشدنيش فيها. طب اخر فرصه، اخر فرصه. اخر. ما اخترت دي ودي. طب خلاص اعملي حاجه. بقول لك على حاجه، بيت. انا مش هاجي بيت. ايه ده؟ ده مش هاجي بيت، دي قرعه. اخر كلام دي؟
اوكي ادم انت يا واحده ما تعملش حد بادي اختاري اختار لا مفيش حد بادي الفيديو هيخلص لحد بادي اكيد دي برضه وانت دي ادم اللي صح فيك هو ادم هي الادم لا ادم ايه السؤال قلنا لكم ان ادم مفتاح مش عايز يفتح ايه ده يخلص ده يا جماعة ادم صح كده بينا سموا الله وتعالوا شوفوا شقتنا الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم جاهزين؟ ايوه جاهزين؟ يا عم يلا يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الشقة الجديدة ايوه اوبا ايه رأيكوا؟ يا صفرة كده ليه؟ نعم؟ يا صفرة كده ايه رأيك يا ادم؟ ما لسه احنا هنملاها عفش بقى. ايه ده انت سخنه قوي دي حلوه قوي. ايه رايك يا ادم؟ صفر ايه؟ ايه ده قرف ده؟ ايه ده قرف ده؟ اه ايوه يا ابني. تعالوا ده انا هوريكم كل واحد فيكم الاوضه بتاعته. انا مش قلت لكم كل واحد فيه اوضه؟ بصوا تعالوا بقى تعالوا طبعا دي اوضه تعالوا اوريكم تعالوا. دي الاوضه يا جماعه بتاعت جودي وادم وايسن. اقول لكم بقى اقول لكم الاوضه بتاعتكم هتبقى عباره عن ايه ركزوا الاوضه بتاعت جودي هتبقى عباره ان احنا هنجيب خشبه هنا كده يا جودي على هنا كده في ايه هنجيب خشبه هنا كده يا جودي خشبه ايه حبل ونزل ستار بس خشبه هتكلفني حبل من فوق هنا كده حبل من فوق كده يا جماعه هنمد حبل من فوق يبقى في ستاره في النص الستاره دي هنحوطها تبقى دي اوضه مين جودي جودي وايس جودي وايس هنا كده لوحدها ونخلي ادم يبقى هي دي اوضته يعني. ليه؟ بص يا شيخ احنا هنقسم كده تمام ونقسم كده حلو هنا ادم اه دي اوضه ودي اوضه جودي ودي اوضه ايسن يعني تقسموها على التلاته يعني بالظبط حلو الحته دي هتكفي ايه؟ انت بس ايه رايك بس؟ ايه رايك يا جودي؟ احنا يا جماعه انتوا عارفين ان ظروفنا كل حاجه ايه؟ كل حاجه يا جماعه انتوا عارفين ظروفنا ولا اللي احنا مرينا بيه فاحنا حكينا لكم فالمفروض انتوا عارفين ان ظروفنا هي اللي جابتنا هنا يعني وشقه مدينتي مش هنعرف ندفع حقها تاني خلاص ايه يا ادم في ايه؟ ايه اللي مكسر ده؟ يا بنتي دي عشان خاطر وده التكييف؟ ايه؟ تكييف ايه؟ لا ده مفيش حتى مروحه ده مفيش مروحه اصلا تكييف؟ اجيب لك تكييف كمان هنا؟ ده انا مفيش تكييف لا انت عايزه كمان هنا تكييف؟ هو احنا هننام في الحر ايه؟ واحنا هننام في الحر لا ما خلاص ما انا جايبكم عشان الشتا داخل اه طب والفتره بتاعت الصيف دي هننام فيها فين على الارض؟ هنفتح الشبابيك؟ اه هنفتح الشبابيك ويدخل حاجه تاكلنا ونستريح بقى لا لا مش شكلك يعني ديناصور هيخش شكلك من الشباك تعالوا بقى نشوف نوريكم بقيه الشقه دي كده يا جماعه اوضه اللي هنقسمها لثلاثه تمام دي الثلاثه لجودي وادم وايسي تعالوا نشوف بقيه الاوض تعالوا بقى اوريكم المطبخ خش كده اقسم المطبخ ثواني دي النور دي النور ايه ده يا عبيده ايه في المطبخ ده متبهدل ايه رايك فيه عايزين مطبخ زي اللي في مدينتي الكبير ده طب ده وحش المطبخ ده وحش ما احنا لسه هنجيب الحاجات دي يعني المطبخ حلو ولا وحش؟ وحش برضه كل حاجه وحشه ايه رايك المطبخ؟ مطبخ ايه؟ مطبخ يعني مثلا ايه؟ مطبخ وتعمل اكل ده وحش المطبخ مش لا والله ده جميل هو انتوا في ايه يا جدعان مش عاجبكم اسم مطبخ كبير ازاي يا جماعه؟ اسم مطبخ بص تعالوا نوريهم الحمام خش شوف الحمام بصوا حمام بصوا ايه رايكم في الحمام الايسل؟ ده يجيب امساك يجيب ايه؟ ده يجيب امساك يجيب امساك الله يعرفك انت واقفه كده ساكت ايه رايك في الحمام؟ حلو يا جودي جميل قوي الله ما هو جميل شو عاجبك يبقى جميل دوما انت عايز حاجه؟ ميه بانيو؟ اه ايه ده؟ بانيو ده بص بص البانيو كبير ازاي؟ بانيو كبير قوي قولي له ايسل حاجه بانيو كبير ازاي؟ الحل اكبر من البانيو الحل ايه؟ اكبر من البانيو يعني يبقى في بانيو صغير ده صغير اه عايزين بانيو كبير ده برضه حمام صغير ايه في الدش طيب بتاع البيبي حمام صغير بتاع البيبي بتاع البيبي اه يا راجل ما انت مفيش فوطه ما هو انت مفيش فوطه اه انا عامل ايه حمام صغير بصي 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 ايه رايك فيه عموما ده بصوا 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 ترفعي دي تجيب ميه بصي بصي الجمال نزلي دي يعني ينزل بس من الميه امال ايه؟ مش عارفك ليه طيب؟
تعالوا نكمل بيت الاوضه. يلا كمل بيت الشقه. اوضتكم بقى، انا عايش اوضتكم. اوضتنا؟ انا اقول لكم دلوقتي اوضتنا. انا قلت لك مكبره. اوضه ده. اي اوضه انا وماما. ايه رايكم؟ دي اوضه انا وماما. اوضتنا. اوضتنا اكبر من مكبره. عادي عشان انتوا ولادنا حبايبنا فاحنا قلنا نخليكم. ايه رايكم؟ بس ايه رايكم في الشقه بامانه؟ ايه رايك يا عيسى؟ خلاص يا جودي، ما هي دي الموجوده خالص. يعني ايه يعني؟ هي دي الشقه اللي موجوده دلوقتي. نعمل ايه يعني؟ خلاص انتوا خدتوا هناك ان انتوا تبقوا قاعدين يعني في حاجه. بص فيها نور، فيها نور. سبحان الله. فيها نور يا عيسى. احنا عارفين ان هي فيها نور، كل حاجه. ايه رايك يا ادم فيها نور؟ حلو؟ يعني ادم مبسوط قوي. اربع فايش. بصوا حاجات يعني، تعالوا بوريكم بقى الريسبشن بقى الجميل ده. طبعا بقى يا جماعه هنا بقى الريسبشن. بصوا بصوا الريسبشن، بصوا الريسبشن يا جماعه كبير ازاي. بصوا بصوا ملعب، ملعب هنا بقى تلعبوا بالسكيت، تلعبوا بالسكيت، تلعبوا. جبت لكم مرايه. ايه مرايه جديده؟ بصوا جديده عامله ازاي. مرايه جديده ايه، تلعبوا بقى ايه، تعملوا فيديوهات فيها. انا الشقه عجباني انا وماما. لا استنى بس، ده كله نوره. في نوره والدنيا حلوه. سيبيها سيبيها. بصوا مروحه. عايزين ايه تاني؟ مش فاهمه انا. ايوه هنا مش هيبقى في حاجه، هسيبها فاضيه زي الجاردن. دي جاردن هنعملها خضره، نحط فيها نجيله وخضره، تبقى دي زي الجاردن وتلعبوا هنا فيها. ايه هذا؟ سكوتر. سكوتر ماشي. مش ايه رايك يا ادم فيها يا ادم؟ ايه رايك يا ادم؟ تعالى انت، سيبك انت 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 اللي بسطني وانت اللي 100 100 بجد. انت 100 100 عاجبك؟ طالما عاجبك انت يا ادم كبيره صح؟ حلو عجبتك؟ الحمد لله اقنعنا ادم. خلاص؟ خلاص احنا اقنعنا ادم. هي عجباني. وعجباني انا كمان. وانا وهي مش عجباني انا. بس انا عجبك. انا كنت فيها وانا مش بقى. خليكم انتوا بايتين. خدي خدي. انا لو مني. انت بقيت راح خدي. يا زميلي اقفلي بقى بخش. يعني ده حق. ايه اقعدوا انتوا فيها دي؟ بصراحة عندها اقفلي. في ايسل انت هتسيبيها وتمشي يعني؟ في ايسل. في اجمل من كده؟ شقة. ثواني ثواني شقة ايه؟ خلصوا فرجتكم وانزلوا تعالي. بصي اوريكي، تعالي اوريكي، تعالي اوريكي، تعالي اوريكي الفيو بقى بتاعها. تعالي تعالي عشان بس هي بتتكلم. اوريكي الفيو. بصي الفيو. بصي الفيو. الفيو بيطل على موقف اتوبيسات. وانا سواقة؟ انت بتعملي انت بتيجي ايه وانا سواقه دي؟ بقول لك الفيو حلو. حد شيلها. طب سواقه شيلها شيليها. انت مش عاجبك المكان؟ مش عاجبك المكان؟ بصي ما اقعد بسات جنبك على طول، ما اقعد بسات اهو. بصي ايه رايك؟ ايه رايك في الفيو؟ عجبها. ما دام طولت كده يبقى عجبها. ايه رايك؟ بصي لي. ايه رايك؟ يا ايه لا يا فيها في شبرا. وان كان عاجبكم عاجبكم، اللي مش عاجبه يشوف له حته تانية نعيش فيها. يلا يلا يا جماعه. انا وجودي
مش احنا سيبناها خلاص. ادم خلاص ادم عجبته. ادم عجبته. عايز ايه؟ عايز الولد. انا نروح عند خلاص يا دوما انت كده دوما يا جماعه الحمد لله راضي. ادم موافق 100 خلاص. بتعرفي تعرفي تعرفي تروحي عند تيتا؟ خطوتين وهنكون هناك. يلا يلا قولي. عارفه الشقه قد ايه؟ قد ايه؟ قد علبه الكبريت. هو انت مش عارفه اي حاجه خالص؟ بتسالي عشان ايه تاني؟ وعارفين قد ايه برضه؟ اه قد عيلة التوت. بقول لك ايه؟ انت بتسالي شو ليه عارفه بنت تيتا ليه؟ ما هي عارفه بنت تيتا اكيد. بس وانا واحنا نروح عند تيتا. يلا يا شيخ. وقال لي يلا يا شيخ. خدوا خدوا رحيم فين؟ خدوا يلا يا شيخ. يا بنت خدوا انت وهي. دوم يا حبيبي. هتقعد معانا هنا وهم لا؟ تقعد معانا انت هنا؟ والله العظيم انت انك محترم كده. والله محترم اكتر واحد بيسمع الكلام. يلا يلا بقى يلا يا دودو نسيب ادم بقى هنا يعيش في الشقه لوحده. يلا يا دودو عايز حاجه؟ يلا باي. احنا مدينتي بقى. احنا نروح مدينتي بقى ماشي؟ يلا باي. يلا باي يا حبيبي. هنروح مدينتي باي. المفاتيح معاك ولا معايا؟ لا خلي بقى المفتاح معاك. ايه؟ ادي المفاتيح؟ يلا نسيبك في الشقه لوحدك بقى ماشي؟ باي. انتوا ايه؟ رجعتوا ليه؟ مفتاح. اه عرفتوا بقى ان هنا في امان؟ عرفتوا انا سبتوكوا تخرجوا ليه؟ عشان عارف مش عارفه تنزلوا الا بالمفتاح. اهو بتاعنا اهو. اهو بتاع معايا ده. بس هتوقع. يا نهار اسود. امشي المفتاح معايا. ما ينفعش تخرجوا. وانتوا فاكريني فاكريني سبتوكوا تخرجوا ليه؟ لا مش شغال. اصل زاد ده لعبه عاملينه كده ديكور عشان خاطر الناس تيجي تشتري هنا وتتأجر. يبقى هو مش شغال. يلا. خلصنا يا جماعه الفيديو. دودو. يلا نمشي انا وانت وادم ونشوف هم هنا فين. اه امسك انتوا هنا بقى ده. شكرا المفاتيح دي؟ وهنروح عند بيت المفتاح. يلا يا ادم يلا يا ادم. يلا هننزل هننزل الباب مفتوح. انت عايز ايه؟ بعد اذنك المفتاح. باب مقفول تحت. باب الشارع مقفول. يلا. يلا دودو 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 ننهي الفيديو. ننهي الفيديو ان خلاص يا جماعه احنا من النهارده احنا هنروح انا ودلوقتي. يلا قوموا. قوموا يا جماعه خليكم خليكم معانا بقى في الفيديو. اول ما نوصل مدينتي هنلم الشنط والحاجه ونشوف ايه اللي هيحصل واحنا بنلم الشنط وبنودع مدينتي. ما تروحوا تلموها وتسيبونا. لا لازم تيجوا معانا. يلا سلام يا جماعه. نروح دلوقتي نلم الشنط وحاجتنا ومدينتي. يلا جاهزين؟ يلا شفتوا الشقه؟ يلا بنروح نلم حاجتنا. تعالى بس الاول نروح نسلم على تيتا وجده وكده ونسلم على اهلنا في بجام وشبرا. لا احنا نلم الشنط وجايين بقى نقعد معاهم. ماشي بس نسلم عليهم برضه. لازم نسلم عليهم الاول وبعد كده احنا نروح نلم الشنط والحاجه. يلا بينا. يلا يا جماعه. يلا يا جماعه سلام سلام. يلا خلصنا الفيديو. زي ما كلكم عارفين ان احنا كنا بنعمل اختبار في جودي وادم وايسل وهنشوف مين اللي هيرضى ويستحمل يقعد معانا في اي مكان مش شرط يكون مدينتي. بس الحقيقه ان الشقه اللي انت شفتوها دي هي فعلا هتبقى بتاعتنا لما ننزل شبرا هنقعد فيها. لان احنا ساعات بننزل شبرا نقعد يومين ثلاثه فهنبقى نقعد في الشقه دي. لكن شقه مدينتي بتاعتنا اللي احنا قاعدين فيها دي زي ما احنا قاعدين مش هننقل ولا حاجه. ده كان اختبار بس جودي وادم وايزو اللي نجح في الاختبار دوما. ودوما دلوقتي اي حاجه هيطلبها هتجيله ربنا. نفسك في ايه؟ انا عايز اقعد. عايز تقعد فين؟ هنا. تقعد هنا؟ اه طب معلش لا يعني انت نفسك تقعد هنا؟ اه. عايز تروح الشقه اللي هناك؟ اه. عايز تروح الشقه اللي هناك؟ طب كمان ادم يا جماعه مش هيجي له حاجه خلاص. وكده احنا خلصنا الفيديو. ده كان اختبار. والاخ يا ابني يا ابني ده بقول لك كان اختبار اختبار. ما تفهمش تفهموش ما بيفهمش يا عم. خلصنا الفيديو يا جدعان. شوفوا بقى الفيديو اللي جاي يا جماعه. الفيديو اللي جاي فيديو جامد جدا. تعالى اوريكم حته منه. الفيديو الجاي ده هينزل بقى بكره او بعده. بس تعالى اوريكم حته منه كده في الفيديو اللي جاي. يعني الفيديو اللي جاي على طول هو حته منه. خدوا حته من الفيديو اهو. لا ده سجق يا جاجا. طب واللي جنب السجق ده؟ ميه ميه ميه.